أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة طيور تي في. حلقتنا لهذا اليوم سوف نتحدث عن سلالة جديدة على القناة، إنها سلالة دجاج حبحب. لكن بداية نقدم الشكر الجزيل لأبو الزهراء من مدينة القطيف من المملكة العربية السعودية الذي سمح لنا باستخدام هذه المقاطع حتى نعرف بهذه السلالة لمشاهدينا الكرام. وتجدون في صندوق الوصف الرابط الخاص بصفحة السيد أبو الزهراء للمزيد من المعلومات حول هذا السلالة. نشأ الدجاج الحباحب أو دجاج الحباحب في واحة القطيف، المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية. هي سلالة جميلة تتمتع بجسم دائري مكور الشكل لتراجع الرأس للوراء وبروز الصدر للأمام مع ارتفاع الذيل وانتصابه للأمام ولونه التقليدي الأحمر. أصبح منه عدة ألوان، وأصبحت ألوان كثيرة وجميلة. وزن الديك يتراوح ما بين 1200 إلى 1300 جرام. أما الدجاجة فبزيها المزركش ووزنها حوالي كيلوغرام واحد. لون البيض أبيض شاحب، وأقل وزن البيضة هو 35 جرام. يمتاز ديك حباحب بالصدر العريض البارز، بينما يكون الرأس صغير عموما ذو منقار قصير غامق اللون والعيون سوداء والعرف تاجي الشكل. يكون مفتوح من البداية إلى النهاية، والساقين ذو لون غامق كاتم ويسمى الأضغن. تمتاز الدجاجة بقمرة ريش على الرأس أكثر من الديك، وبالذيل العالي مفروض الريشات والمنتصب جهة الرأس، وهي سلالة غزيرة في إنتاج البيض وتمتاز بحضانة ممتازة. تم إنتاج جيل جديد هو الدجاج العربي حباحب أو ما يعرف بالساحب. يمتاز بقصر القامة وتتمتع بجسم متناسق وجميل وأرجل قصيرة. ومن الألوان المميزة للدجاج العربي السيامي والتايجر الفضي والأصفر والذهبي والكاسيكو، وألوان كثر كما ستشاهدون في مقاطع هذه الحلقة. وكلما تناسقت الألوان كانت أفضل، وكل سنة تقام منافسات لأجمل الديوك العربية الحباحب. يمتاز الدجاج المميز بقصر القامة والأعرف المفتوحة الضغماء والأرجل السوداء. والفرق بين الدجاج العربي الحباحب عن العربي هو قصر القامة، وكل منهم يجمع المواصفات مثل العرف المفتوح من الأمام إلى الخلف سواء في الدجاجة أو الذيك. وكلما كان العرف ضغم كان تميزه وعيونه سوداء والأرجل أيضا سوداء وقصيرة وتكور الجسم. ظهرت سلالة جديدة أيضا في الآونة الأخيرة، هي الدجاجة العربي الكبرى، وتمتاز بلفة في الرأس وتقوس مثل الكبرى، وهزتها حين تمشي وبدايتها طويلة القامة حتى أصبحت قصيرة القامة قليلة نوعا ما. مرة أخرى نقدم الشكر الجزيل للسيد أبو زهراء من مدينة القطيف على كل هذه المساهمات التي قدمها لنا في سبيل إغناء الرصيد المعرفي لمتابعينا الكرام. وأنتم مشاهدينا نشكركم على إخلاصكم لقناتنا. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.